آمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بادئ ذي بدء أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. ولكن يلفت نظري أن كلمة جامعة مؤنث لفظي عند علماء اللغة، والجامع مذكر لفظي، والقرآن يقول الرجال قوامون على النساء، بمعنى أن الجامعات في العالم الإسلامي ينبغي أن تستقي مناهجها من وحي السماء لا من وحي الأرض. في الأرض وحي، في الفكر شبهات، وفي السلوك شهوات، وفي السماء مبادئ وقيم. فنحن في بلد إسلامي، وأتمنى على الجامعات في العالم الإسلامي أن تستقي مناهجها من وحي السماء، لا أن تأتي بنظرية تتناقض مع القرآن. فلذلك الجامعة، يعني في بعض البلاد المتخلفة تعد مدرسة يدخلها الطالب جاهل متواضع يخرج منها جاهل، أساليب البحث والمراجع والعلم لا ينتهي مع مر الزمان. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أنا أمامي طاولة، هذا جماد، طول عرض ارتفاع وزن حجم، هذا جماد، بماذا يزيد عليه النبات؟ بالنمو. وبماذا يزيد عليهما الحيوان؟ بالحركة. أما الإنسان، موضع هذا اللقاء الطيب، بماذا يزيد على كل أولئك؟ بقوة إدراكية أودعت فيه. هذه القوة الإدراكية تلبى بطلب العلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. لذلك في عنا مصطلح دقيق جدا أدخل به إلى الموضوع، علة وجود الإنسان في الدنيا، سبب وجوده، غاية وجوده، حكمة وجوده، كلها كلمات لمسمى واحد. هذه العلة جاءت في القرآن الكريم بآية صريحة قاطعة مانعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة خضوع هذا الإنسان الأول رتبة والمفضل تكريما والمؤاثر، ثم المحاسب والمعاقب والمكلف بعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما قلت طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أهم شيء في هذا اللقاء أن تعلم علم اليقين سر وجودك في الأرض،
كما لو أنك دخلت إلى جامعة في مدينة معينة، علة وجودك في هذه المدينة قد تكون باريس مثلا أكبر مدينة في أوروبا، علة وجودك الوحيدة وغاية وجودك وسبب وجودك الدراسة، هذا لا يمنع أن تأكل بمطعم، أن تقتني مجلة، أن تجلس في حديقة، أما سبب وجودك البطولة أن نعلم جميعا علة وجودنا. العبادة، والعبادة طاعة طوعية ليست قسرية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فالعبادة على مدار العام طوال الأيام، في أمر، في نهي، في واجب، في مباح، في محرم إلى آخره. فأنت المخلوق الأول المكرم المفضل المكلف بعبادة الله، فلا بد من أن تتبع تعليمات الصانع، والصانع هو الله، والصانع هو الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، أي أن تتبع تعليماتها، لأنها الجهة الخبيرة، ولا ينبئك مثل خبير. في بالأرض 8 مليارات إنسان، فيهم واحد يحب المرض؟ ولا واحد. الفقر؟ أبدا. القهر؟ فيهم واحد لا يحب المال الوفير والصحة الجيدة والزواج الناجح والعلاقات الطيبة والمنصب الرفيع كذلك؟ وفي واحد يجرؤ أن يقول أنا ما بموت؟ هذا قواسم مشتركة في الأرض كلها. فالبطولة أن تسأل نفسك لماذا أنا في الدنيا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة طاعة طوعية، يعني خضوع هذا الكائن الأول المكلف المفضل إلى منهج الخالق. إذا حقق بهذا الخضوع سلامته وسعادته واستمراره. وأي إنسان بالأرض، أعني ما أقول، يتمنى الإنسان سلامته، ما يحب المرض أو الفقر أو القهر. من لا يحب أن يكون بيته واسع، زوجته كما يتمنى، أولاده أبرار، بناته محتشمات جميعا؟ من منا لا يحب أن يعيش عمرا طويلا في طاعة الله؟ هي قواسم مشتركة بين أهل الأرض قاطبة. لذلك أنت حينما تتبع تعليمات الصانع تحقق الحياة التي أرادها الله لك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا فيما بينهم وودا مع الله. فهذا الاتصال بالله، أن تخضع لمنهج الله، أن يكون لك خط ساخن مع الله، أن تناجي الله، أن تعتمد على الله، أن تتوكل على الله، أن ترجو رحمته، أن تخشى عذابه، أن تنعقد لك صلة معه. أصل الجمال والكمال والنوال الذات الكاملة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأن تعرف الله خالقا، أن تعرف الله مربيا، أن تعرف الله مسيرا، أن تعرف الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى الذات الكاملة أصل الجمال والكمال والنوال هذا الإله. فأول كتلة، أول منظومة العقيدة، إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. فلا بد من طلب العلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم،
فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. إذن أنت مطالب بالعبادة، والدليل الصارخ والواضح والقاطع: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا أن العبادة خضوع لمنهج الله، في خضوع شعائري الصلاة والصوم والحج والزكاة والنطق بالشهادة. لكن مع الأسف الشديد العالم الإسلامي يملك نصف ثروات الأرض، ويحتل أول موقع استراتيجي في الأرض، ملتقى القارات الثلاث، ويملك 3 ممرات مائية هي أصل في التجارة الدولية، ويملك الحديث طويل. ومع كل ذلك هذا العالم الثالث، هذا العالم ليس أمره بيده، وللطرف الآخر عليه 1000 سبيل وسبيل، لأنه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا هذا الغي. والحديث السلبي مؤلم جدا، لكن عظمة هذا الدين أنه دين جماعي ودين فردي، بمعنى أن الفرد الواحد من بين 2 مليار مسلم إذا طبق الإسلام في دوائر ثلاثة: نفسه دائرة، بيته دائرة، عمله دائرة. في هذه الدوائر الثلاث يملك فيها القرار، القرار لذاتك: تصلي أو لا تصلي، تغض البصر أو لا تغض البصر، تتحرى الحلال أو لا يعنيك ذلك. أي أنت دائرة، بيتك دائرة، يا ترى في شاشة مفتوحة، في اختلاط، في سهرات لا ترضي الله، في مزاح رخيص، في إظهار عورات عند الضيوف، هذا بيتك الدائرة الثانية. فإذا أقمت أمر الله في بيتك نجحت، عملك مشروع أم غير مشروع، وإذا كان مشروع التعامل مع الآخرين من خلال عملك صحيح، في صدق، في أمانة، أما في غش، في تدليس، في كذب، في استغلال جهل المشتري. فأنت عندك عبادات شعائرية: صوم والصلاة والحج والزكاة. لكن الصلاة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، هذا الصوم. الصلاة: يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله وباء منثورا. قيل: جلهم لنا يا رسول الله. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أي لا، أي الصيام. الزكاة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الحج: من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الشهادة: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. يعني هي العبادات الشعائرية لا يمكن أن تنجح، ولا يمكن أن تخطف ثمارها، ولا يمكن أن تؤدي أهدافها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. التعاملية بنود كثيرة جدا: كسب مالك حلال أم حرام، بسعر معقول أم غير معقول، إنفاق مالك على شهوات لا ترضي الله أم على أصول في الحياة يقرها الشرع،
كسب مالك، انفاق مالك، بيتك اسلامي، لما في اشياء لا ترضي الله، الشاشه مضبوطه ام مفتوحه، اولادك يصلون او لا يصلون، بناتك محتشمات او غير محتشمات. الدين تفاصيل دقيقه جدا، يبدا من اخص خصوصيات الانسان، من العلاقات الاسريه وينتهي بالعلاقات الدوليه. فالمشكله ممكن تضع بالبيت صورة الكعبة ممتازة بس ما لا تكفي، وبغرفة تانية الحرم النبوي، وبالسيارة المصحف، هذه كلها مقبولة بس لا يمكن أن يكتفى بها. انفاق المال، كسب المال، بيعك، شراءك، سهراتك، ندواتك، نزهاتك، سياحتك وفق الشرع، فإن لم تكن كذلك أصبحت تملك إسلاما فولكلوريا. منصلي يوم الجمعة، منصوم رمضان، أما الانضباط غير موجود، الشاشة غير منضبطة، العلاقات غير منضبطة، كسب المال غير منضبط. فهذا الدين العظيم يتدخل في أدق خصوصياتك، فإما أن تكون عبدا لله تخضع لمنهج الله، أو أن تكون عبدا شرد عن الله ودفع السماء. يعني واحد سأل النبي قل لي كلاما يعني جامعا مانعا، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال له أريد أخف من ذلك، قال له إذن فاستعد للبلاء. يعني في واحد بالأرض ما بيحب نفسه، بيحب سلامته من أي مرض من أي قهر، وسعادته واستمراره وبيته ناجح، كلها بتطبيق تعليمات الصانع، بتطبيق تفاصيل هذا الدين، تكون أسعد الناس في بيتك وفي عملك، بضاعة مشروعة والتعامل مشروع، بالدكان ما في معاصي وآثام، ما في غرفة قياس والمرأة تخلع ثيابها، في عنا معاصي كثيرة في أثناء البيع والشراء. فلما منطبق الدين نقطف ثماره. الدليل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بربكم. والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. هل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا والله، خمس عواصم محتلة، أمرنا ليس بيدنا. هل نحن، هل هذا الدين ممكن؟ لا، يواجه حربا عالمية ثالثة كانت في موضع تحت الطاولة اليوم فوق الطاولة. هذا الدين مطبق؟ لا مو مطبق. فلذلك ديننا فولكلوري. أما لو تدينا التدين الصحيح لكانت كلمتنا هي العلى وكنا ننتصر. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لذلك هذا الدين يجب أن نطلع عليه على تفاصيله، لا بد من طلب العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردتهما معا فعليك بالعلم. العلم لصالحك. يعني أنت إذا ركبت سيارة حديثة جدا وتألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، هل تشعر هذه اللوحة حدا لحريتك أم ضمان لسلامتك؟ هنا الشاهد، حينما تشعر أن هذه اللوحة ضمان لسلامتك وليست حدا لحريتك فأنت فقيه ورب الكعبة. الدين بمصلحتك، الدين تعليمات الصانع، الدين تعليمات العليم الخبير الحكيم الرحيم. فأنت انطلاقا من حرصك اللامتناهي على سلامتك وعلى سعادتك وعلى استمرارك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع وهو الله. فهي الكلية الفكرية مهمة جدا، إن صحت العقيدة صح العمل. الحركة، أنت تبحث عن عمل
لأنك تحب أن تأخذ مالا تشتري به طعاما. فالأنبياء كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، واضح جدا. فلا بد من عمل، في عمل مشروع، في عمل غير مشروع، في عمل يرضي الله، في عمل لا يرضي الله، في عمل مشروع أما التعامل معه غير مشروع. ففي من في تفاصيل كثيرة في دينك بعملك، دينك بأسرتك، دينك بنزهتك، دينك بفراغك، دينك في الصيف، دينك على البحر، دينك في السفر، دينك في الحضر. منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وينتهي بالعلاقات الدولية. إذن الدين عقيدة وحركة، الحركة كسب المال، إنفاق المال، اختيار الزوجة، اختيار الحرفة، اختيار العلاقات، نوع العلاقات. في علاقات حميمة وفي علاقات غير حميمة. أما الحميمة مع المؤمنين فقط، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أما علاقات العمل موضوع آخر، ما العلاقة. أما علاقة حميمة سهرة للساعة 3 بالليل، إذا الآخر على غير دينك أو على منهج آخر غير منهجك، ما في توافق إطلاقا. ففي تفاصيل دقيقة في الدين، فلا بد من أن تختار أصدقاء الخير. لا تصاحب إلا مؤمنا ويأكل طعامك إلا تقي. فالدين إذن عقيدة وحركة، وفي ثمرة. الثمرة هي الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. إن أردت أن تذكر الله فصلي، أقم الصلاة لذكري، تقف في الصلاة، تقرأ الفاتحة، تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، تجي الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي أمر بالركوع يا ربي سمعا وطاعة، بالسجود أعني على ذلك يا رب، كسب مالك، انفاق مالك، علاقاتك، سهراتك، نزهاتك، يعني أطوار حياتك كلها وفق منهج الله. هذا الدين، أنت منضبط، أنت تتحرك وفق تعليمات الصانع. الدين يضمن لك سلامتك وسعادتك واستقرارك واستمرارك. هذا الدين، الدين قضية كبيرة جدا. نعم، يعني عفوا، سيدنا عمر عملاق الإسلام، علم من أعلام الأمة، شيء دقيق جدا بحياته. فلذلك نحن الطموح مطلوب، يعني في عنا أشخاص عاديين، في بالأرض 8 مليارات إنسان، يعني المتفوقين بالمئة خمسة، لما لا تكون من المتفوقين؟ لما تكون واحد من مليارات ومليارات جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يدري به أحد؟ أما إذا عرفت الله أصبحت علما، أصبحت علما، أصبحت موجها، أصبحت قائدا، أصبحت قدوة، أصبحت أبا كاملا، ابنا كاملا، أخا كاملا، زوجة صالحة. ففي حياة، في إيجابيات بالحياة والله لا أبالغ، تجعل الحياة جنة. فلذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنة في الدنيا هي جنة القرب، وجنة في الآخرة هي جنة الخلد. فأنت العقيدة أحد أكبر كيانات الإنسان. طلب علم، لا بد من طلب علم، يعني حتى تستطيع أن تضع في البطاقة دال بعد نقطة. يعني معك دكتوراه، 23 سنة دراسة ليضاف حرف دال قبل اسمك. بدك جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما في عندك وقت تحضر درس علم، تفتح القرآن تقرأه، تطلب من عالم فتوى صادقة، تجلس بمجلس علم، تتزود بحقائق الدين.
هذا غذاء صار طبعا، يعني شيء دقيق. الشخص العادي العادي برمضان يدع الطعام والشراب، أما المؤمن يدع المعاصي والآثام فوق الطعام والشراب، يدع المعاصي والآثام، أما المتفوق يدع ما سوى الله. هذا شهر رمضان، شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الإقبال على الله، شهر الصيام، شهر القيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شيء جميل جدا. إنسان في عليه ملايين مملينة محجوزة كل ممتلكاته، عليه ديون، قيل له افعل هذا العمل 30 يوما وتعفى من كل الديون. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أنا إن ذكرت السلبيات كي نبتعد عنها، والله لا أبالغ، لعل هذا الشهر انقلب عند بعض الناس أو عند معظمهم إلى شهر مسلسلات وشهر ندوات وشهر ولائم، كأن الناس في هذا الشهر أفرغوه من مضمونه، أراده الله نقلة نوعية، أراده الله تألقا إيمانيا، أراده الله انضباطا سلوكيا، أراده الله إقبالا على الله. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فصار كليات هذا الدين الكلية العقدية، الفكر، المنطلق النظري، الإيديولوجيا، التصور، الجانب العقدي. الجانب الحركي نوع سلبي الاستقامة. أنا ما أكلت مال حرام، أنا ما كذبت، أنا ما غشيت، أنا ما ملأت عيني من محاسن امرأة لا تحل لي. هذا المؤمن منضبط مستقيم، له عمل صالح، عمله صالح أولا مع نفسه، مع أسرته، مع والديه، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع من يلوذ به، في عمل صالح، في صدق، في أمانة، في رحمة، في عفو، في تسامح، في حلم. النبي الكريم أوتي مكارم الأخلاق، والمؤمن عنده خلق، الإيمان هو الخلق، ابن القيم الجوزية. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. فصار في عنا الصلاة، أقم الصلاة لذكري، لكن إذا ذكرت الله ذكرك الله، فإذا ذكرك منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء. ذاقها النبي في الغار، وذاقها يونس في بطن الحوت، وذاقها إبراهيم في النار. إن أصبت السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. منحك الحفظ يحفظك، يحفظ لك أسرتك، أهلك، صحتك، مكانتك، حواسك الخمس، هذا الحفظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والتوفيق، وما توفيقي إلا بالله، توفق في اختيار زوجتك، توفق في تربية أولادك، توفق في اختيار حرفتك، توفق في علاقاتك، لك مكانة، لك هيبة، سعيد في بيتك، مهاب في عملك. الدين كله عطاء، كله خيرات. أما إذا فهم الدين عبادات شعائرية هذا خطأ كبير، فرغ من مضمونه الدين.
فنحن بحاجة ماسة إلى صحوة إسلامية، إلى عودة لهذا الدين، إلى قراءة القرآن قراءة منهجية، قراءة فهم، قراءة تطبيق، قراءة تألق، إلى أن نقيم مجتمع محسن متكامل متعاون، أن تكون بار بمن حولك. هذا الدين. والله إن لم تقل أيها الأخ المؤمن، بعد أن عرفت الله واستقمت على أمره، ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، هناك مشكلة. يجب أن تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني. فأرجو الله أن يحفظ إيمانكم جميعا، وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار بلادكم. والحمد لله رب العالمين.